أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الواجب علينا كطلبة علم حول الأحداث الأخيرة التي حصلت في مقبرة البقيع في المدينة النبوية؟ السعي، الواجب عليكم السعي في الإصلاح وما فيه الخير، ومناصحة ولاة الأمور، مناصحة ولاة الأمور لمنع مثل هذه الحوادث وضبط الأمن وعدم تمكين أهل الشر من تنفيذ شرهم. ناصحوا ولاة الأمور. نعم.